النهارده يا جماعه بنسجل من مساي مارا بيبي. يلا زي ما انتم شايفين البارك شاسعه اميزنج في الجمال. لازم كينيا جميله بلد تحفه حكايه. هنتكلم بعدين عن ازاي نوفر وازاي نطلع باقل كوست ممكن، لكن في الاول عايزين نتكلم عن مساي مارا. مساي مارا على الحدود ما بين تنزانيا وما بين كينيا. المكان زي ما انتم شايفين في البيت 5. شفنا لغايه دلوقتي الزبرا، شفنا الهيبو، شفنا الضباع، شفنا الزرافه. فاضل الاسد بندور عليه. ده الوايت راينو، ده الوحيد القرن الابيض المهدد بالانقراض. عايز اقول ان المحميه دي من اهم المحميات الموجوده في افريقيا، خصوصا ان هي بتحمي الوحيد القرن اللي فيه منه عدد قليل جدا جدا بقى موجود في افريقيا. المحميه مقفوله كلها من بره باسوار. المحميه فيها كل الحيوانات، فيها الاسود، فيها كل حاجه، بالإضافة للدوريات اللي باستمرار موجودة جوه المحمية من أفراد الجيش، وبرضو في طيارة هليكوبتر من وقت للتاني بتطلع تعمل سيرفي على المنطقة كلها. Hi, we are in the Maasai village with my friend Moses. 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 Yeah. How are you doing, Moses? I'm doing good, yeah. You're doing good, yeah. Huh? You watching the village last night, huh? Yeah, last night, yeah. Yeah. And you are highly welcome. I'm going to show you my family house, okay? Okay. Feel at home, okay? Okay. Feel like an Indian, right? Thank you very much. Feel safe. Free Africa, okay? Yeah, we African. Yeah, we African. Yeah, exactly.
خلاص خلصنا كينيا واخر يوم لينا في نيروبي. بعد كده ان شاء الله هنتحرك على تنزانيا المحطة التانية لينا في افريقيا. عملنا ايه في كينيا؟ قعدنا ليلتين في نيروبي، زورنا فيهم الاليفنت اورفنز وزورنا فيهم الجيراف سنتر، وكان يومين غاية في الجمال. بعد كده اتحركنا جنوبا على ماساي مارا، وماساي مارا قعدنا فيها 3 ايام من المغامرات ومن المتعة ومن الإثارة. بعد ماساي مارا اتحركنا بعد كده على ناكورو ليك أو ناكورو ريزيرف بارك، ودي محمية مهمة جدا جدا جدا، مش بس هنا دي في أفريقيا بالكامل، لأنها هي المحمية يمكن الوحيدة اللي بتحمي وحيد القرن الأبيض، وفيه هناك يمكن 55 وحيد قرن ومفيش غيرهم خلاص بيخلص. وبتشتهر طبعا الليك دي بالفلامينجو البينك. خدنا صور هناك، حكاية. أحلى سفرية في أفريقيا من كينيا. خليك معنا.